السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يزدلم خير الشاشة المتميزة جوكم من كتابي. تنحيي جميع التلاميذ المحبين لهذه القناة هذه في جميع المستويات، خصوصا المستوى الثالث إعدادي. تنقدم اليوم هذا النموذج ديال الامتحان الجوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2013 لجهة الرباط سلا زمور زعير. هذا نموذج من النماذج اللي نقدمها لكم من خلال هذه القناة، خلال هذه الفترة هذه ديال الانتقال من السلك الإعدادي إلى السلك الثانوي، خصوصا مادة الرياضيات، مادة مهمة جدا بالنسبة لكم. سنقدم لكم هذا الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2013 لجهة الرباط سلازم مور زعير، كنوع من نشاط التحفيزي لكي تتأهلوا إلى السلك الثانوي في 2020-2021، أي في السنة المقبلة. إذا هناك عدة تمارين، كاين التمرين الأول، كاين التمرين الثاني متعلق بالمعادلات والمتراجعة والندمة، وكذلك واحد المسألة متعلقة بالندمة، وكاين التمرين الثالث متعلق بالدالة الخطية والدالة التآلفية، التمرين الرابع كذلك متعلق بالإحصاء. تابعوا معايا الله يخليكم. بالنسبة للتمرين الخامس كما تشوفوا متعلق بمعادلة مستقيم، التمرين الخامس متعلق بمعادلة مستقيم، التمرين السادس متعلق بالإزاحة والمتجهات، كذلك هنا في التمرين السابع متعلق بالهندسة الفضائية. إذا كيف ما تشوفوا، إذا هذا النموذج هذا متكامل، غادي نقوم بشرح ديال الأسئلة ديالو، وكذلك تقديم كانفراد تام بعض الاقتراحات ديال التلاميذ ديال المجموعه ديالي في الواتساب، حيت كاين هناك مجموعه خاصه بالبنات ومجموعه خاصه بالاولاد من فئات الفئه ديال المستوى الثالث اعدادي. اللي كاين شي واحد اللي باغي ينضم راه الواتساب غادي نعرضوه بيسو في هذا الفيديو هذا. اي واحد باغي ينضم لهاد المجموعه ويكون باغي يتمكن من اللغه، من ماده الرياضيات بشكل جيد. اذا هذا هو، إذا بعد قليل سوف نقوم بإنجاز هذا الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2013، خاصة بمادة الرياضيات لجهة الرباط سلا زمور زعير. إذا بعد قليل نقدم لكم هذا الامتحان. سوف أقدم أولا تقديم ديال التمرين، شرح الأسئلة، من بعد غادي تشوفوا الطريقة ديال الإنجاز. إذا أول شيء سوف أقدمه هو التمرين الأول والتمرين الثاني. التمرين الأول هو حل كلا من المعادلتين، عندنا 3x ناقص 5 تساوي 2x زائد 3، وكذلك x ناقص 1 على 2 تساوي 2x زائد 1 على 3. ما هي الطريقة اللي خصنا نتابعو باش نحلو هاد المعادلتين من نوع الألف، الألف هو باء. ثم ثانيا حل المتراجعة، 5x زائد 1 أكبر قطعا من 2x ناقص 5. ثم التمرين الثاني يحتوي على سؤالين، السؤال الأول حل الندمة، ندمة المعادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين، x زائد 2y تساوي 210 و x ناقص y تساوي 120. ثم المسألة، اشترى أحمد كتابين، لاحظوا هنا مسألة، اشترى أحمد كتابين من نوع، من نفس النوع ومحفظة بما قدره 210 درهما، احسب ثمن المحفظة وثمن الكتاب الواحد، إذا علمت أن ثمن المحفظة يزيد عن ثمن الكتاب الواحد بما قدره 120 درهم. إذا هادو هما جوج التمارين اللي غنقدمو ليكم دابا، الحل ديالهم وكذلك التفسير ديال الحل.
الوغ بالنسبه كتعلق بالنسبه لحل المعادله الاولى 3 اكس ناقص 5 تساوي 2 اكس زائد 3. اذا عندنا 3 اكس ناقص 2 اكس تساوي 5 زائد 3. طريقه سهله، يجب عليكم ان تقوموا بالعزل ديال الاعداد جهه والاعداد المجهوله بجهه اخرى. 3 اكس ناقص 2 اكس تساوي اكس تساوي 5 زائد 3، ناقص 5 اصبحت زائد 5 و 2 اكس اصبحت ناقص 2 اكس. 3 اكس ناقص 2 اكس تساوي 5 زائد 3، اذا اكس تساوي 8. اذا حل المعادله هو العدد اكس يساوي 8، حل هذه المعادله هو 8. هذا متعلق بسؤال رقم 1. بالنسبه للمعادله الثانيه، سؤال 1 ب، لدينا اكس ناقص 1 على 2 تساوي 2 اكس زائد 1 على 3. اذن كيف ما تلاحظوا، هذه المعادله على شكل كسر، اكس ناقص 1 على 2 تساوي 2 اكس زائد 1 على 3. اذا اول حاجه نفكروا فيها هي توحيد المقامات. الوغ توحيد المقامات شيء ضروري، علاش؟ باش يمكن لينا نحلوا المعادله. هذا المقام 1 هو 6، 3 في 2 تساوي 6. اذا تصبح لنا المعادله الشكل 3 اكس ناقص 3 تساوي 4 اكس زائد 2. لاحظتوا كيفاش تحصلنا على هذا الشيء؟ خاصكم تفهموا مزيان وتستوعبوا مزيان الطريقه ديال الحل ديال المعادلات على شكل كسور. الوغ 3 اكس ناقص 3 تساوي 4 اكس زائد 2. كيف العاده نجمعوا الاعداد، الاعداد المعلومه في جهه والاعداد المجهوله في جهه اخرى. اذا نحتارموا دائما اشاره 3 اكس ناقص 3 اكس ناقص 3 تساوي 4 اكس زائد 2. اذا 3 اكس ناقص 4 اكس تساوي 3 زائد 2، و 3 زائد 2 يساوي 5، و 3 اكس ناقص 4 اكس تساوي ناقص اكس. ففي الحاله اكس يساوي ناقص 5. اذا حل المعادله الثانيه هو العدد اكس يساوي ناقص 5. اذا ننتقل الان الى الحل ديال المتراجعه. لدينا 5 اكس زائد 1 اكبر قطعا من 2 اكس ناقص 5. اذا 5 اكس زائد 1 اكبر قطعا من 2 اكس ناقص 5. اذا هذه تسمى متراجعه من الدرجه الاولى. المهم 5 اكس ناقص 2 اكس اكبر من ناقص اكس ناقص 5 ناقص 1، ناقص 5 ناقص 1 هي ناقص 6. اذا 5 اكس ناقص 2 اكس كما تلاحظوا تساوي 3 اكس. دائما خاص ولا بد نحتارم الاشاره باش ننقل من العدد من طرف الى طرف، ولا بد خاص نحتارم الاشاره. 2 اكس موجبه تصبح مسالبه ناقص 2 اكس. زائد 1 اصبح ناقص 1. إذن 3 إكس أكبر قطعة من ناقص 6، 3 إكس أكبر قطعة من ناقص 6، إذن إكس أكبر قطعة من ناقص 6 على 3. ناقص 6 على 3 هي تقريبا ناقص 2 بعد الاختزال. إذن إكس أكبر من ناقص 2 قطعا. إذن تقبلت المتراجعة هذه، مجموعة من حلول إكس أكبر قطعا من ناقص 2. إذا ننتقل إلى التمرين الثاني. ألف حل الندمة. لدينا الندمة هذه على شكل معادلتين من الدرجة الثانية. إذا حل هذه الندمة على ندمة ديال المعادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا إكس زائد 2 إكس يساوي 210 وإكس ناقص إكس يساوي 120. إذا نتبعوا الطريقة ديال التعويض. إكس بدلالة إكس، نحسبوا إكس بدلالة إكس، إكس يساوي 120 زائد إكس. إذا سوف نعوض في المعادلة ديال إكس زائد 2 إكغيك تساوي 210 القيمة ديال إكس، القيمة ديال إكس هي 120 زائد إكغيك. تصبح باش نحيدو المجهول إكس ونحتفظو غير بمجهول واحد هو إكغيك، نحسبو إكغيك بعد كي الأولى من بعد نقلبو على إكس. تابعو معايا الطريقة. إذا طريقة التعويض، حسبنا إكس بدالة إكغيك عطاتنا إكس تساوي 120 زائد إكغيك، إكس ناقص إكغيك تساوي 120 وإكس تساوي 120 زائد إكغيك. طريقة سهلة جدا. إذا
نقوم بالتعويض في هذه المعادلة الأولى ديال إكس زائد 2 إكس يساوي 210، أصبح 120 زائد إكس زائد 2 إكس يساوي 210. إذن إكس زائد 2 إكس هي 3 إكس، إذن 120 زائد 3 إكس يساوي 210، 3 إكس يساوي 210 ناقص 120، إذن 3 إكس تساوي 90. 210 ناقص 120 شحال تساوي؟ 90. إذن 3 إكس تساوي 90، إكس تساوي 90 على 3، إذن إكس تساوي 30. 90 على 3 تقريبا 30، 30 في 3 تقريبا هي 90. إذن القيمة ديال إكس هي 30. ثم نقوم بالتعويض كيف ما تلاحظوا. إذن إكس يساوي 30، نعوض إكس ناقص إكس يساوي 110، 120 باردون، إكس ناقص إكس يساوي 120. إذن إكس يساوي 120 زائد إكس، ترافو بين إكس يساوي 30، 120 زائد على 30 هي 150. إذن الحل هذه الندمة هو 150 و30. ألوغ بالنسبة للتمرين الثالث، تقريبا فيه أربعة نقاط. نعتبر الدالة الخطية إف التي تحقق إف اثنين تساوي تقريبا ناقص أربعة، والدالة التآلفية جي المعرفة بما يلي، جي إكس تساوي اثنين إكس زائد واحد. قال لك بين أن جي إكس تساوي ناقص اثنين إكس. ده السؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين قال لك احسب جي صفر هو جي ناقص واحد على اثنين. جي صفر هذه تسمى صورة، وجي ناقص واحد على اثنين هذه تسمى صورة من الصور ديال الدالة التآلفية اللي عندكم في التمرين جي اكس زائد واحد. قال لك احسب جي صفر، اي احسب لي صورة العدد صفر، واحسب جي ناقص واحد على جوج، معنى احسب الصورة ديال العدد ناقص واحد على جوج. ثالثا قال لك حدد العدد اكس الذي صورته العدد 8 بالدالة اف. هنا خاصك تحدد العدد اكس الذي صورته العدد 8 بالدالة اف، ثم انشئ الدي والدي بريم التمثيلين المبينين لكل من الدالة اف وجي على التوالي في نفس المعلم المتعامد المنظم او اي جي. اذا هذا هو التمرين الثالث في هذا الامتحان الجهوي الموحد لنيلي شهادة السلك الاعدادي البروفي دورة يونيو 2013 لجهة الرباط سلا زمور زعير. وبعد المنبر هذا تنحيي جميع التلاميذ والتلميذات اللي متتبعوا معايا هنا في القناة في مدينة الرباط وسلا وزمور زعير. المهم نقوم بحل هذا التمرين من طرف التلميذ من مجموعة ديال الواتساب الخاصة ب جو كومينيكتيفي لمادة الرياضيات المستوى الثالث إعدادي. نشوفوا ونتعرفوا على هذا التلميذ ونتعرفوا على العمل ديالو وكيفاش الطريقة اللي قام بالحل ديال هذه العملية. تلميذ من تلاميذ ديال المستوى الرابع ابتدائي في مجموعة ديال الواتساب. إذا نقدم لكم اقتراح ديال التلميذ عبد العظيم من المحمدية. تمرين تالت قام بحلو، تبعوا معايا الطريقة كيفاش. إذن قال لك في السؤال الأول بين أن اف اكس تساوي ناقص اثنين اكس، المعروف بأن ا اكس هي الصيغة ديال الدالة الخطية. إذن ا اكس هو المعامل ديال الدالة الخطية، إذن ا اكس هي الصيغة ديال هاد المعادلة ديال هاد الدالة الخطية. إذا نعتبر الدالة الخطية اف التي تحقق اف اثنان تساوي ناقص اربعة. ايش دار هو؟ دار ا تساوي اف اكس على اكس، جي اف اكس على اكس معنى اف اكس هي الصورة على العدد، اف اثنان على اثنان، اف اثنان هي الصورة واثنان هو العدد، اف اثنان تساوي ناقص اربعة. لاحظوا جيدا الطريقة، ناقص اربعة على اثنان تساوي ناقص اثنان، لأن ناقص اثنان هو أ، و أ هو معامل الدالة الخطية. جيد عبد العظيم، جيد. إذن اف اكس تساوي ناقص اثنان اكس، جيد عبد العظيم. دابا نشوفو تاني. دابا حساب ديال الصور بيسير الاعتماد على الدالة التآلفية اللي كاينة عندكم في التمرين جوج اكس زائد واحد.
إذا جوج صفر تساوي اتنين في صفر زائد واحد، إذا جوج صفر تساوي صفر زائد واحد، جوج صفر تساوي واحد. إذا الصورة ديال العدد، الصورة ديال العدد صفر هو واحد. دائما مع التلميذ، تلميذ المجتهد عبد العظيم من محمدية، هذا تلميذ ديال المحمدية، أغلبية ديال التلاميذ اللي عندي من المحمدية. بالمناسبة نحيي منطقة المحمدية والنواحي، تلاميذ ديال المحمدية وتلميذات ديال المحمدية والنواحي. المهم عبد العظيم اش دار؟ دار تمرين تاني دائما في إطار ديال احسب جي ناقص واحد على اثنين، جي ناقص واحد على اثنين تساوي الطريقة ديال الدالة التألفية، تساوي اثنين في ناقص واحد على اثنين زائد واحد. إذا لاحظ بأن اثنين في اثنين تقدر تختزل، ناقص واحد زائد واحد، إذا ناقص واحد زائد واحد وعددين متقابلين مجموع ما هو صفر، إذا جي ناقص واحد على اثنين تساوي صفر، إذا صورة العدد ناقص واحد على اثنين هو صفر. جيد. ألو، في التمرين رقم، التمرين رقم ثلاثة في سؤال ثالث قال لك حدد العدد X الذي صورته العدد 8 بالدالة F. إذا F F X تساوي ناقص جوج X، ناقص جوج X تساوي 8، رد على شكل معادلة. إذا X تساوي 8 على ناقص 2، 8 على ناقص 2، إذا X تساوي ناقص 4. إذا ناقص X تساوي 8 على 2، ناقص X تساوي 4، إذا X تساوي ناقص 4. في هذه الحالة العدد X هو ناقص 4 الذي صورته العدد، ناقص 4 الذي صورته العدد 8 بالدالة F الدالة الخطية. هذا مجهود ديال التلميذ عبد العظيم في المجموعة ديالي، في المجموعة ديال الواتساب. إذن ننتبه دابا في سؤال رقم أربعة، أنشئ الدي والدي بريم التمثيلين المبيانين لكل من الدالتين اف وجي على التوالي في نفس المعلم المتعامل المنظم او ايش. إذا نذكر بالدالة، هذا شيء مزيان، اف اكس تساوي ناقص 2 اكس و جي اكس تساوي 2 اكس زائد 1. بين بان اف اكس راه دالة خطية، عطاها الرمز ديال ناقص 2 اكس، اف اكس تساوي ناقص 2 اكس، وبين بان الدالة جي دالة تألفية، جي اكس تساوي 2 اكس زائد 1. اذا خدها بالعين الاعتبار على بان الدالة الخطية، باردون، على بان الدالة الخطية تمر من اصل المعلم. نلاحظوا كيفاش دار التمثيل. إذا خد الصورة اف واحد تساوي ناقص اثنان، اف واحد تساوي ناقص اثنان، لاحظوا مزيان. وخذ الصور ديال الدالة التألفية x تساوي صفر و ناقص واحد و جي x، لأن x تساوي صفر إذا الصورة ديالي هي واحد، و x تساوي ناقص واحد الصورة ديالي هي ناقص واحد. وبهذا قد تم تمثيل هذا المبيان بهذا الشكل. هذا انشئ الدي والدي بريم تمثيلين مبيانين لكل من الدالتين اف و جي على التوالي في نفس المعلم المتعامد المنظم او اي جي. برافو.
الوغ بالنسبة للتمرين الرابع، قال لك أجريت دراسة إحصائية حول عدد الأطفال بعشرين أسرة وأعطت النتائج التالية: 2 3 4 3 0 4 3 2 1 1 2 1 0 2 3 4 1 3 0 1. قال لك أعطي جدول للحصيصات والحصيصات المتراكمة لهذه المتسلسلة الإحصائية، ثم أحسب معدل عدد الأطفال بهذه الأسر. لاحظوا جيدا، لدينا عدد الأطفال يتراوح ما بين 0 إلى 4. إذن كم يتكرر هذا العدد من الأطفال لدى كل أسرة؟ إذن سوف يقوم بهذا التمرين التلميذ يحيى من مجموعة الواتساب الخاصة بقناة جوكومينيك تي في لمادة الرياضيات. إذن لاحظوا العمل ديال التلميذ يحيى، التمرين الرابع. إذن قسم الجدول إلى 3 أقسام: عدد الأطفال من 0 إلى 4، هناك عدد أطفال بدون طفل، 1 طفلان 3 أطفال 4 أطفال، ثم الحصيص المتراكم. إذن عدد الأصفار في هذه المتسلسل الإحصائية هو 3، وعدد العدد ديال الواحد في المتسلسل الإحصائي هو 5، واثنان هو 4 و3 هو 5 و4 و3. إذن 3 و5 و4 و5 و3 يمثلان الأسر. إذن هناك 3 أسر ليس لديها طفل، 3 أسر ليس لديها طفل، وكذلك 3 أسر لديها 4 أطفال، 4 أسر لديها طفلان، 5 أسر لديها طفل واحد أو 3 أطفال. إذن عدد الأطفال هنا يتراوح ما بين 0 إلى 4 أطفال. إذن بدون أطفال 3 أسر، طفل واحد 5 أسر، طفلان 4 أسر، 3 أطفال 5 أسر، و4 أطفال 3 أسر. بالنسبة للحصيص المتراكم، لاحظوا جيدا، 3 زائد 0 كم يساوي؟ 3، 3 زائد 5 8، 8 زائد 4 12، 12 زائد 5 17، 17 زائد 3 20. إذن 20 هو الحصيص الإجمالي لهذه المتسلسلة الإحصائية. إذن قام يحيى بحساب معدل الأطفال، هيا لنتعرف عليه. إذن لدينا حساب معدل الأطفال، حساب معدل الأطفال لا موين، تسمى لا موين وليست إكس. هنا أخطأ يحيى بتمثيل إكس، ولكن أفضل أنه يمثل بإم لا موين. إذن 3 في 0. إذن شنو هو معنى المعدل الحسابي؟ هو أنك تقوم بجمع أو مجموع ديال العدد ديال الأطفال مضروب في الحصيص المرافق له. 3 في 0 يعطيك 0، 5 في 1 يعطيك 5، 2 في 4 8، 3 في 5 15، 3 في 4 12. إذا المجموع ديال الجداء عدد الأطفال في الحصيص هو تقريبا 40، 0 زائد 5 زائد 8 زائد 15 زائد 20، هذا هو الإحصاء، يساوي 40. و40 على ماذا؟ على الحصيص الإجمالي. الحصيص الإجمالي أي آخر حصيص متراكم هو الرقم 20. 40 على 20، 4 على 2 تعطيك 2. إذن 2 هو المعدل ديال الأطفال في هذا المسلسل. أحسب معدل عدد الأطفال بهذه الأسر. إذن 2 هو المعدل عدد الأطفال بهذه الأسر. إذن يحيي يحيى على المجهود ديالو، ونقول له واصل في المجهود ديالك، لأنك فعلا تلميذ مجتهد وتلميذ
أتشرف به أن تكون في المجموعة ديال الواتساب الخاصة بجو كومينيك تي في على قناة يوتيوب. أقدم لكم التمرين الخامس من امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعداد دورتي 2013 لجهة الرباط سلاسة مور زعير. إذا انتبهوا، فالتمرين الخامس لدينا 4 نقاط للكسب في المستوى منسوب إلى معنى متعامد ممنظم أو إي جي. نعتبر النقط A إحدادية لها 1-1، B إحدادية لها -1-3، و C إحدادية لها 0-2. إذا بالنسبة للسؤال الأول، قال لك أحسب إحدادية المتجه AB وأحسب المسافة AB. شوف الفرق ما بين المتجه A والمسافة. قال لك حدد إحدادية النقطة K منتصف القطع AB، تحقق أن المعادلة المختصرة المستقيم AB هي Y = X + 2. رابعا، حدد المعادلة المختصرة المستقيم ديل مار من C الموازي المستقيم AB. ثم خامسا، بين المعادلة المختصرة المستقيم دلتا واسط قطع AB هي Y = X + 2. إذا خلال هذا التمرين فيه جوج ديال الدروس في معادلة المستقيم وكذلك معنى في المستوى. المهم، إذا نشوفوا شكون التلميذ اللي يقدر يتكلف بهذا التمرين هذا ونجيب أحسن إنجاز بيسهم بالمجموعة المتميزة على الواتساب ديال الرياضيات خاصة بالمستوى الثالث إعدادي. إذا نشوفوا بالضبط اش دار يحيى في التمرين الخامس. إذا خضع بين اعتبار نقطتين A و B، إحدادية لكل من A هو 1-1، وإحدادية ديال B هو إحدادية ديال A 1-1، وإحدادية ديال B -1-3. ديال AB هي XB -XA، إذا هذا هو أوف سورس ديال المتجه AB. XB -XA خرج لي تقريبا -2، مزيان -1-1 هي 2 -2. إذا الآخر 3-1 هي 2. إذا -2 هو إحداثيات، وهي إحداثيات المتجه AB. بالنسبة للمسافة، من خلال إحداثيات -2 كل 2+2 مع 4+4 4 + 8، وجد مربع 8 هو 4 × 2، 4 جذر كامل. إذا جذر مربع 4 هو 2، 2 جذر مربع 2. إذا فهمتوا الطريقة من انتقال من جذر مربع 8 2 جذر مربع 2. سوف أعيد، 8 كم يساوي 8؟ هي 4 × 2. جذر مربع 4 كم يساوي؟ 2. فوالا، وجد مربع 2 تبقى ديما جد مربع 2. إذا جد مربع 8 في جد مربع 2، جد مربع 8 يساوي جد مربع 4 في جد مربع 2. إذا جد مربع 4 هو 2، عدد كام؟ إذا AB هو AB هو 2 جد مربع 2، لأن AB يساوي -2/2، و AB يساوي 2، ومتجه AB يساوي -2/2، و AB يساوي 2 جد مربع 2. ننتقل الى السؤال الثاني. حدد احداثيات منتصف حدد احداثيات النقطه ك منتصف اب. دابا خاصو يبحث على المنتصف اب. اذا تعرف بان اكس سي هي اكس بي زائد اكس ا، ويغريك بي هي يغريك بي زائد يغريك ا. x b زائد a على 2، و y b زائد a على 2. هم في الحالة x k تساوي 0 و y تساوي 2. إذا k تساوي 0 2 0 2. إذن k احداثية نقطة k منتصف قطعة AB هو 0 2. هذا بيسوء العمل ديال يحيى. دابا ننتقل الى السؤال التالي. تحقق ان المعادله المختصره للمستقيم AB هي Y = -2X + 2. دائما في العمل ديال التلميذ يحيى من مجموعه ديال الواتساب خاصه بقناه يوتيوب جو كومينيك تي في لماده الرياضيات المستوى الثالث اعداد. اذا اول حاجه، بين لنا بان استعمل ا
واحدة يزيد النقطة A واحد واحد، واستعمل B ناقص واحد على ثلاثة. جيد، ثم ذكرنا بالصيغة العامة ديال المعادلة المختصرة للمستقيم Y تساوي MX زائد B. إذن للحصول على المعامل الموجه أو الميل ديال لهذا المستقيم يجب علينا أن نستعمل YB ناقص YA على XB ناقص XA، تخرج لنا ناقص واحد، وفعلا ناقص واحد خرجت. إذن Y تساوي ناقص X زائد B. دابا غادي نشوفوا الطريقه لتحديد بي. لدينا ناخذ كمثال ا، الفصول ديالها واحد والارتب ديالها واحد كذلك. اذا لتحديد بي اش نديرو؟ تنعوضو اكس بواحد ويكريك بواحد. ناقص واحد في واحد تعطيك ناقص واحد، ناقص واحد زائد بي تساوي واحد، اي واحد زائد واحد تساوي بي، في الحالة بي تساوي اثنين. إذا ناقص واحد في الجهة الأخرى تصبح زائد واحد، إذا واحد زائد واحد تعطيك اثنين، إذا بي تساوي اثنين. إذا بي تساوي اثنين، إذا في الحالة ناقص إكس زائد اثنين هي المعادلة المختصرة للمستقيم أب. هذا جواب ديال تلميذ صلاح. دائما في اطار ديال التصحيح ديال التمرين الخامس لدينا سؤال رقم 4، قالك حدد المعادله المختصه لمستقيم دي المار من سي والموازي لمستقيم ابي. اذا انتبهوا مع صلاح، اذا بما ان دي يوازي ابي، إذن د يوازي أب، إذن مستقيمان متوازيان، فإنما لهم إذن في هذه الحالة تعرفوا بأن المعادلة المختصرة ديال أب هي إيكغيك تساوي ناقص إكس زائد اثنين. إذن في هذه الحالة د تساوي إكس، عندهم نفس الميل اللي كانوا مثلا مستقيمين متوازيين عندهم نفس الميل، تعرفوا بان الميل ديال ا بي هو ناقص واحد. اذا نفس الطريقه بالنسبه لبي، بالنسبه لدي هو ناقص واحد، اذا y يساوي ناقص واحد اكس زائد بي. بما ان دي يمر من سي، اذا فان سي تنتمي الى اليه، تنتمي الى مستقيم دي. اذا ناخذ الاحتياطي سي، سي هي صفر ناقص اثنين. إذا ناقص اثنين تساوي ناقص اثنين ناقص واحد في صفر زائد بي، إذا بي تساوي ناقص اثنين، إذا بي تساوي ناقص اثنين، إذا إيكغيك ناقص إكس ناقص بي ناقص اثنين. إذا بالنسبة لإيكغيك، بالنسبة للمستقيم تي، المعادلة ديالو هي ناقص إكس ناقص اثنين. إذن لدينا ك متصف أب ودلتا. بالنسبة للسؤال رقم 5 الأخير، لدينا ك متصف أب ودلتا وسط القطعة أب، إذن ك تنتمي إلى أب. بما أن دلتا وسط القطعة وسط المستقيم أب، إذن فهو عمودي عليه، إذن جداء ما يساوي ناقص واحد، إذا الجداء ديال الميل ديال المستقيم AB وكذلك الميل ديال المستقيم دلتا هو ناقص واحد. إذا بغينا نكتشفو على، سمعوني، إذا بغينا نكتشفو على الميل خاصنا ديال هذاك، خاصنا ولا بدا نستعملو القاعدة التالية، ناقص واحد في ام تساوي ناقص واحد في ام تساوي ناقص واحد. اذا ميل دلتا يساوي واحد، اذا دلتا يساوي
اكس زائد بي، اي واحد اكس زائد بي. والان سوف نبحث على الارتب عند الاصل بي. نلاحظ صلاح ماذا فعل؟ لدينا ك تنتمي الى دلتا، اذا ك تنتمي اليه، تنتمي للمستقيم دلتا. ناخذ الاحداثيه ديال ك ديال منتصف ديال القطع، لاحظنا بان الاحداثيه ديالو هو 0.2، اذا 2 تساوي 1 في 0 زائد بي، اذا بي تساوي 2. اذا في الاخير y تساوي x زائد 2، و x زائد 2 هو y تساوي x زائد 2، هي معادلة المختصرة ديال المستقيم دلتا وسط القطعة AB. إذا تنشكرو المجهودات ديال يحيى على هاد المسألة. إذا آسف التلميذ صلاح وليس يحيى، إذن تلميذ صلاح وليس يحيى، آسف. إذن تلميذ صلاح من تلاميذ المجموعة ديال الواتساب المتميزين. إذا ننتقل إلى التمرين السادس، يحتوي على نقطتين. يكون ABC مثلث قائم الزاوية في A و E منتصف القطع AB. يكون ABC مثلث قائم الزاوية في A و E منتصف قطع AB. ولتكن نقطتان بي بريم وسي بريم صورتي نقطة بي وسي على توابل الإزاحة التي تحول أ إلى إي. أولا يجب إنشاء الشكل بشكل مناسبا، إنشاء شكل مناسب، وبين أن المتجهة بي سي تتساوي بي بريم سي بريم، وحدد طبيعة المثلث إي بي بريم سي بريم. علينا نجاوبك، هذا داخل في إطار ديال المتجهات والإزاحة في السنة الثالثة إعدادي. إذا إليكم الجواب من بعض تلاميذ المجموعات الواتساب الخاصة بالقناة جوكومينيك تي في للدعم والمساندة في مادة الرياضيات المستوى الثالث إعدادي. إذا هذا تصحيح من اقتراح التلميذ سعد، تلميذ سعد من مجموعات الواتساب. إذا لاحظوا الشكل جيد، اللي يكون ABC مثلث قائم الزاوية في A، وفعلا ABC قائم الزاوية في A، يجب لكم السير فوق. إذا تكون ABC مثلث قائم الزاوية في A و E منتصف قطع AB. لاحظوا جيدا، راه E راه منتصف قطع AB، راه تبين لكم الشكل. إذا ولتكن نقطة B' و C' صورتي نقطة B. B' لاحظ فوق كاين C'، مبيناش في الشكل مزيان. اذا العموم شكل جيد، بي بريم وسي بريم صورتين نقطة بي وسي على التوالي بالإزاحة لتحول أ إلى إي. اذا نفس المسافة ما بين أ إي هي نفس المسافة ما بين بي البي بريم، هي نفس المسافة ما بين سي سي بريم. اذا أ إي تساوي بي بي بريم تساوي سي سي بريم، هذو نفس المسافة. قلت بين ان بي بي بريم راه هي فعلا سي سي بريم، بي بي بريم هي بين ان بي بريم سي بريم، بي بريم سي بريم هي نفسها بي سي، هي المتجه بي سي. نشوفوا دابا البرهنه ديال تلميذ سعد. لدينا سي بريم صورة سي بالإزاحة لتحول أ إلى سي، يعني أن سي سي بريم متجه سي سي بريم تساوي أ إي، زين. ولدينا بي بريم صورة بي بالإزاحة لتحول أ إلى إي، يعني أن بي بي بريم تساوي أ إي. تلاحظوا بأن العلاقة الأولى والعلاقة الثانية نستنتج إذن، ومن الأولى والثانية في السؤال السابق فإن بي بي بريم تتساوي سي سي بريم،
B prime c'est aussi sur يعني ان بي سي 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 بي بريم بون بي سي سي بريم بي بريم متوازي الاضلاع ومنه فان بي سي يوازي بي بريم سي بريم. هذه البراهره فعلا جميله جدا. ننتقل دابا للسؤال الثالث. حدد طبيعه المثلث اي بي بريم سي بريم. لدينا اي صوره ا بالازاحه لتحول ا الى اي، ولدينا سي بريم صوره سي بالازاحه لتحول ا الى اي، ولدينا بي بريم صوره بي التي بالازاحه لتحول ا الى اي. من 1 و 2 و 3 ثلاث علاقات نستنتج ان مثلث اي بريم اي بي بريم سي بريم صوره اي بي سي بالازاحه لتحول ا الى سي. صوره مثلث وصوره مثلث اخر يوازي صورة مثلث وصورة مثلث آخر يساوي يقيس. يعني أن مثلث إي بريم إي بي بريم سي بريم مثلث قائم الزاوية في إي. وفعلا من خلال الشكل نلاحظوا بأن مثلث إي بي بريم سي بريم مثلث قائم الزاوية في إي. نلاحظ الشكل، لدينا مثلث اي بي بريم سي بريم قائم الزاوية في اي. إذن برهنة جيدة من طرف سعد من بين تلاميذ مجموعة الواتساب الخاصة باليوتيوب قناة جوكومينيك تي في. إذن ننتقل إلى التمرين الأخير، تمرين رقم 7. ا بي سي دي اي اف جي اتش متوازي المستطيلات قائم بحيث اش دي تساوي 3 سنتيمتر و ا بي سي دي مربع طول ديال ايه ا بي سي دي مربع طول ديال ايه 4 سنتيمتر. كيبين ان بي تساوي 5 سنتيمتر، وبين ان حجم الهرم او ا بي سي دي هو 16 سنتيمتر مكعب، ليكون في 1 في بريم حجم الهرم المحصل عليه بعد التكبير الهرم او ا بي سي دي قال لك بنسبه 2 احسب في بريم. إذن التمرين هذا ديال الهندسة الفضائية سوف يقوم تلميذ في المجموعة لحل هذا التمرين. إذن شوفوا معايا الأخ لكم، فوالا. إذن لنبين أن أو بي تساوي 5 سنتيمتر، دليلنا أ بي أو مثلث لدينا أ بي أو مثلث قائم الزاوية في أ، دل نبين أن أو بي تساوي 5 سنتيمتر. إذن التلميذ اللي غيتكلف بهذا التمرين اسم ديالو إلياس من مجموعة الواتساب، لنبين أن أو بي تساوي 5 سنتيمتر، لدينا أ بي أو مثلث قائم الزاوية في أ. إذن حسب مباراة فيثاغورس المباشرة، لاحظوا جيدا، إذن أو بي أوسي 2 تساوي أ بي أوسي 2 زائد أ أوسي 2 أ أوسي 2 تساوي في الحالة، لاحظوا. يعني نكبرها لكم شويه فوالا. اذن ا او بي او بي اوسي 2 سو ا بي اوسي 2 زائد ا اوسي 2، اذن 4 اوسي 2 زائد 3 اوسي 2 16 زائد 9 يا 25، زائد 4 زائد 25 هي شحال 5. لاحظوا جيدا هنا 5، اذن الجواب صحيح 5 سنتيمتر. هذا المجهود ديال الياس من مجموعه الواتساب. لأن لاحظوا جيدا لدينا الحجم ديال الهرم هو مساحة القاعدة
في ارتفاع مقسوم على 3. إذن مساحة القاعدة دائما الحجم يساوي مساحة القاعدة في ارتفاع مقسوم على 3. هو الإنسان دار في 2، معليش، إذن خاص يدير 1 في 3 في اس بي في 3. 3 هي إذا نتبعوا معايا اش دار إلياس هنا لحساب الحجم الهرم او ا بي سي دي. هو عارف بأنه 6 سنتيمتر ولكن بغا يوصل لها. إذا دائما لحساب الحجم ديال الهرم نقوم بمساحة لحساب المساحة ديال القاعدة في الارتفاع مقسوم على 3. إذا مساحة القاعدة هو عبارة عن مربع، إذا الضلع في الضلع 4 في 4، وفي الارتفاع هو اس و اش دي. اش دي هو 3، اش دي 3 سنتيمتر هو ارتفاع ديال الهرم. اذا 4 في 4 تساوي 16، 16 مضروبة في 3 مقسومة على 3 يتبقى هي 16. اذا العملية صحيحة 100%، ولكن هو دار واحد الخطأ بسيط، هو باش يدير 2 هو باش يدير 3 دار 2. اذا هذا المجهود ديال الياس، هو حصل على 16 سنتيمتر. بالقاعدة التالية مساحة القاعدة اللي هو تحسبوا الحجم ديال الهرم، مساحة القاعدة هنا على شكل مربع في الارتفاع مقسوم على 3. إذا شكرا لك يا إلياس على المجهودات اللي قمت بها. سوف ننتقل إلى التمرين التالي، نشوفوا الطريقة اللي استعملتها يا إلياس لحل هذا السؤال الثالث، ليكون في بريم حجم الهرم والمحصل عليه بعد تكبير الهرم او ا بي سي دي بنسبة 2، واحسب في بريم. كنوع من التذكير، تلاحظوا جيدا، كنوع من التذكير، إذا حساب ديال الهرم ديال متوازي المستطيلات هو الطول في العرض في الارتفاع، والحساب ديال الهرم هو القاعدة مساحة القاعدة في الارتفاع مقسوم على 3. القاعدة تساوي سي في سي، إذا 4 في 4 في 3 في 3، 4 في 4 16، 16 في 3 على 3 16 سنتيمتر. هذا كان توضيح من طرف مؤسس الواتساب، مؤسس مجموعة الواتساب. هذا الجواب ديال عبد العظيم. إذن القاعدة العامة لما تحصل على شي حجم بعد تكبير أو بعد تصغير في بريم، أنك تضرب الحجم الأصلي في ك أس 3 أو ك مكعب، ك هي نسبة تكبير أو تصغير. هنا في السؤال نسبة تكبير هو 2، أي أكبر من 1. إذن مسألة ديال التكبير أقل من 1 ولا مسألة ديال التصغير؟ إذن هنا الحجم اللي حصل عليه هو مكبر بنسبة 2، تنديرو 16 الحجم الأصلي في 2 أس 3، 2 في 2 في 2، 3 مرات، 2 في 2 في 2، إذا تساوي 8، 8 في 16 128. هنا نسى كان فوالا نسى الوحدة هو سنتيمتر كوب، 168 سنتيمتر كوب، على سنتيمتر مكعب. إذا هذا هو الحل ديال هذا الامتحان. إذا كان هذا هو الحل ديال الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة، كما تلاحظوا الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة سلك الإعدادي دورة يونيو 2013. أعطيكم الجهة وأنتم لاحظوا لونطيت.
كان هذا هو امتحان الموحد الجهوي، امتحان جهوي الموحد لإنهاء شهادة السلك الإعدادي دورة 2013 لجهة الرباط سلاسم مرزعير لفائدة تلاميذ المستوى الثالث إعدادي. قدموا لكم تصحيح التلاميذ مجموعة الواتساب المتميزة اللي تنشرف على الإدارة ديالها. المهم تلقاو الواتساب اللي بغى ينضم إليها في المجموع الأرحاء المغرب، اللي بغى ينضم إليها كان مجموعة خاصة بالبنات وكذلك مجموعة خاصة بالأولاد، اللي بغى ينضم إلى المجموعتين مرحبا به ماشي مشكل. إذا خاصو يلتزم بيان سور يكون مجد في العمل ديالو. إذا أستودعكم الله وإلى اللقاء في فيديو جديد خاص بتصحيح ديال الامتحانات الجهوية الخاصة بالمادة الرياضيات لفائدة تلاميذ المستوى الثالثة إعدادي. لاحظوا جيدا، لقد قمنا بتصحيح هذا الامتحان هذا لفائدة التلاميذ بمساهمة بيسور التلاميذ المجموعة الواتساب. شكرا لكم، هذا لاحظوا كاين هناك شفنا هادشي كامل. شكرا لكم، إلى اللقاء. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جيكم إنك تيفي للفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات المستوى الثالث إعدادي. إلى اللقاء وإلى موعد لاحق إن شاء الله. أوكي.